السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة خبير سكور ماتش في هذه المقابلة الودية مع الأخ أشرف من مصر. تحية للأخ أشرف صاحب قناة على يوتيوب. لعبنا بكل لعب الخارقين، ويزار، فوياجور، واريور، بوشر، بيلدوزر وسط الميدان، واثنين في الهجوم، كل من جات وهاكان. تنطلق المقابلة مع الأخ أشرف. لعبنا ثلاث مقابلات، هو أيضا لعب بالتشكيلة كلها من اللاعبين الخارقين. انتظروا انطلاق المقابلة، مقابلة جميلة جدا إن شاء الله تنال إعجاب المشاهدين. أخذ الأخ أشرف ضربة الانطلاقة، أخذتها أنا ضربة الانطلاقة في البداية ناحية الواريور، الواريور ناحية الكوموندوس في الاستحواذ، ثم البروتوكتور في العمق. مين طلبها؟ طلبها جت هنا صعبة وضيعة، كرة خاطئة مني اقطعها منه بفضل ردة الفعل الكبيرة للبوشر، يمتلك ردة فعل 50. مقطوعة الآن بعد ما مر لأكان اللي استحوذ كثير على الكرة. في الاستحواذ لبناء هجمة من الخلف من البيلدوزر، يعيدها للحارس. هنا ناحية البروتكتور، 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 تغيير الجناح ناحية السحر هذا اللاعب الفنان. طلبها 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 السايبر، طلبها السايبر ومقطوعة، مقطوعة تعود للويزر، تعود للساحر. لاعب ممتاز جدا هذا اللاعب، لا يزال في مستوى 9، ننتظر وصوله للماكس إن شاء الله. ناحية الكوموندوس أظن هذه أحسن تشكيلة يمكن أن تلعب بها بكل لاعب الخارقين، أحسن توزيع للاعبين والله أعلم. ناحية الهاكان، أول أهداف المقابلة، أول أهداف المقابلة كانت لصالحي، تبادل تحية من الطرفين بعد ما طلبها الهاكان. هاكان كنت أظن أنه لاعب بدون منفعة، لكن بكل صراحة لاعب جيد وممتاز، فقط يجب أن تحسن استغلاله خاصة في الهجوم، لاعب رائع جدا. استحواذ من طرف الأخ أشرف ناحية الكوموندوس، الكوموندوس في تغيير الاتجاه، حيطلب راح يوزع ضم في العمق أو يغير، حاول تصل بالكوموندوس لكنه وصل قبلي. ناحية الكوموندوس، الكوموندوس يمد الكرة ناحية البيلدوزر، البيلدوزر فيه توغل ناحية الأكان، أكان راح مقطوعة منه، مقطوعة منه من طرف الفاجور هذا اللاعب الرحالة، اللاعب ممتاز جدا أيضا. واريور يمرر من أول لمسة، يعيدها في أمان يعني للخلف كي يبتعد عن المهاجم للفوياجور، ثم ناحية الحارس، ناحية من؟ ناحية الكوموندوس في وسط الميدان. تغيير الاتجاه ناحية البروتكتور، قائد الفريق طارق العزيزي، كل طرق نوعا ما مغلقة. طلبها الهاكان، طلبها الهاكان، تغيير الاتجاه، ما طلبهاش بتصفة جيدة، بطريقة جيدة. الآن أظن تحية الكوموندوس، تمرير حاولت الاستحواذ في انتظار طلب الكرة من طرف المهاجمين، يستحسن ما تمررش المهاجمين إلا إذا طلبوا الكرة وبدون ما يغلق عليهم يعني المدافع. هنا طلبها هاكان، كان بإمكانه راح التوزيع، راح نحل الهاكان، راح هاكان زاد خطوة وطيحها وتعود الكرة للحارس. الكرة الآن لأشرف، تبادل تحية، قطعتها بطريقة ممتازة الأخ أشرف ناحية فوياجور، بيلدوزر، البيلدوزر راح راح راح، تقدم كتير هذا اللاعب، تقدم كتير. فوياجور راح يمررها في العمق، أظن راح يمررها في العمق للسايبر، سايبر يستحيل توقفه في هذه الحالة، يستحيل توقف السايبر، ومقطوعة وركنية. أول ركنية في المقابلة، والركنيات بصراحة في وجود هذا اللاعب القوية مثل البيلدوزر والكوموندوس يستحيل إيقافهم. أول الأهداف أشرف، تعادل في النتيجة 1-1. ضربة الانطلاقة تعود إلي، وضربة انطلاقة ناحية الويزر، كرة تقريبا مقطوعة بضع مليمترات أنقذتني، أعيد الكرة للخلف وحصول على مخالفة في حالة ما إذا أمسكها. ثم ناحية البروتكتور، البروتكتور ناحية البيلدوزر، البيلدوزر طلبها، طلبها صعب 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 صعب. الأكان يقوم بحراسته، يقوم بحراسته وتغطيته. الفوياجور ماكس صعب جدا تتفوق عليه، صعب جدا تتفوق على هذا اللاعب. أحسن مدافع أظن في اللعبة هو الفوياجور لما يكون ماكس طبعا.
تمريرة ناحية الكوموندوس في تغيير الاتجاه، الكوموندوس ناحية السايبر 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 من أول لمسة يطيحها، تعود للكوموندوس تعود للكوموندوس، تمريرة ليمون ليمون ليمون. أظن البيلدوزر جميلة جدا، البيلدوزر في تغيير الاتجاه ناحية الويزر. هي مغلقة مغلقة، إلا لو كنت مررت صعبة هنا، صعب فعلا تمرر لأي لاعب هنا. أفضل الأكان ممكن فيها ضربة، ممكن ضربة جزاء، ممكن ضربة جزاء يعود بها الأكان. تمريرة ناحية الويزر، الويزر على الأطراف، باقي 9 ثواني، ممكن فرصة هدف، ممكن تسجيل، ممكن جدا أن يسجل من هذه اللقطة. استحواذ عن طريق البيلدوزر، ما سددش البيلدوزر، البيلدوزر فضل يمرر وهذا كان خطأ، لو سدد البيلدوزر كانت حتكون هدف. تمريرة ناحية البروتكتور، باقي 4 ثواني على نهاية المباراة الأولى. ناحية السايبر، السايبر راح راح السايبر ومقطوع. نهاية المقابلة بالتعادل، 1-1. بارك الله فيك أخ أشرف، قررنا ألا نشاهد ألا نعمل ضربات الجزاء اللي أتركني الأخ أشرف أفوز فيها. بارك الله فيك الأخ أشرف. انطلاق المقابلة الثانية، يأخذ ضربة الانطلاق الأخ أشرف، يعيدها مباشرة نحو الحارس، ثم ناحية الواريور، ناحية الكوموندوس، كوموندوس البلدوزر في الاستحواذ على الكرة، تمريرات سريعة جدا في وسط الميدان. ناحية الويزر، الويزر أظن أنا أخطأت في هذه الكرة، خرج مدافعي وطلبها السايبر في العمق، طلبها السايبر وهاكان والبلدوزر على الجهة اليمنى. صعبة 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 توقفوا في هذه الكرة، صعبة توقفوا الحارس يعقدها. تمريرة جميلة لهاكان، الحارس كان أسرع، وصل الكرة قبل هاكان. ناحية من؟ ناحية الكوموندوس، كوموندوس ناحية جات في العمق، جات في العمق، لو يوقفها يا 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 يا، وصل قبله المدافع وقطعها منه بعد ما اصطدمت بقدمه. وتعود الكرة لأشرف في صناعة اللعب، من في صناعة الهجمة من الخلف، تمريرات قصيرة في وسط الميدان في انتظار صعود المهاجمين. ناحية من؟ تمريرة خطأ من أشرف، تمريرة خاطئة بسبب نقص التركيز يا أشرف، تركيزك كان قليل في هذه الكرة، وطلبها جات وطلبها سايبر، تمريرة في العمق، صعب جدا توقفه هنا، صعب جدا توقف السايبر لما يطلبها، أو ممكن نقول مستحيل توقفه. ضرب الجزاء، ضرب الجزاء في المقابلة الثانية لصالحي، تسديدة في وسط الميدان وأول أهداف، أول أهداف الشوط الثاني أو المباراة الثانية كان لصالحي، تفوق 1-1. بعد ما قام الأخ أشرف بخطأ في التمرير، لو مرر بطريقة سليمة كان ممكن يكون هو من سجل في سكور ماتش، اللي يخطئ في تمريرة واحدة فقط راح يتلقى هدف، أي خطأ راح تتلقى هدف يمنع تماما الخطأ. هاي خطأ آخر من الأخ أشرف بسبب نقص التركيز. بعد البروتكتور، البروتكتور ناحية آكان، ممكن يوصل بها، ممكن يوصل بها، تمريرة كانت دقيقة، تمريرة كانت دقيقة، خرجت بها الحارس وسجلت في المقابلة الثانية. بارك الله فيك الأخ أشرف، نلعب مقابلة ثالثة إن شاء الله، 2-0 في المقابلة الثانية. المقابلة الثالثة أخذ ضربة الانطلاقة، تمريرة ناحية الواريور، مقابلة جميلة جدا، خطأين كلفوك هدفين يا الأخ أشرف، خطأين بهدفين. ناحية الكوموندوس في تغيير الجناح، ناحية من؟ ناحية أظن الكوموندوس أو الواريور، لاعب الساحر، لاعب ممتاز، اسم على مسمى. ناحية الجات تطلبها في العمق، صعب توقفه، صعب توقفه، يا 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 يا، صدمت بالكوموندوس، طويل جدا هذا اللاعب، وتعود إلى البيلدوزر. ناحية الكوموندوس في تغيير الجهة، ناحية البروتكتور، البروتكتور وطلبها السايبر مرة ثانية، فعلا صعب توقفه، صعب توقفه، وراح السايبر، وجول جول 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 جول، هدف مقابل 0. اي اي اي، ناحيه البلدوزر، البلدوزر دائما اشرف يلعب ضربه الانطلاقه باعاده الكره ناحيه الحارس دائما، اللي من اجل جلب المهاجمين وصنع هجمه من الخلف، يعني ذكيه منك يا اشرف. ناحيه الساحر، الساحر ناحيه الكوموندوس، طلبها كان، صعب توقفه الان، صعب توقفه كان في هذه اللقطه، صعب توقفه لما يروح، لما يكون من دون مراقبه وتعديل المجهود. النتيجه من الاخ اشرف، هدف جميل جدا من الأخ أشرف، بارك الله فيك. تغير الجهة ناحية الويزر، ناحية السايبر، ناحية الويزر لاعب الساحر، ثم ناحية الواريور لاعب ممتاز جدا بقامة جيدة،
وبردة فعل ممتازة إضافة إلى قوة بدنية يمكن أن تساعدك كثيرا في الاحتكاكات مع المهاجمين، خاصة مع اللاعبين اللي يلعبوا بالرأس ناحية من ممكن مخالفة إذا ما مرت يقطعها. ومخالفة يقوم في تنفيذها الويزر، يحسن تنفيذ المخالفات والكوموندوس في القائم الثاني، صعب أو مستحيل إيقافه الحارس. العارضة تنقذ الموقف، العارضة تنقذ الموقف وتعود لها، كان في شباك فارغة وهدف ثاني وانتهاء المقابلة. تنتهي المقابلة 5-2. كانت مقابلة جميلة ورائعة فيها بعض الأخطاء. أتمنى منكم الاشتراك في قناتين، قناة خبير سكور ماتش وقناة الأخ أشرف. تحياتي إليكم، كان معكم الهادي من قناتكم قناة خبير سكور ماتش.